السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة كويزين تحيا الجزائر. أحلى تحية ابنة بلادي، أحلى تحية لأجمل وأروع متتبعات ومشتركات. إن شاء الله ديما تكونوا لاباس وتكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة وعافية يا رب. الفيديو تاع اليوم بإذن الله راح يكون لحم محمر بدون فرن، احنا عملوه في لاكوكوت مينوت، راح يجيكم طيب بنين طيب زبدة، والأهم من ذلك أنه راح يطيب في وقت قصير ويجي بنين. اذا نبداو بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير. عندي هنا قطع من اللحم، خذوا اي قطعة يعني اللحم اللي حبيتو، حنملحهم، نحط عليهم شوية تاع الملح وشوية تاع فلفل الكحل. الوصفة هذه ما تحتاج بزاف الى توابل، الملح وفلفل الكحل فقط. تقدروا تعملوا حتى ليكوتلات بهذه الطريقة، راح يجيكم كذلك بزاف بنان. بعد ما نحط هكذا الفلفل الكحل من كل الجوانب، ناخذ الان ملعقه صغيره تاع لاموطارد، ماشي بزاف، ونحاول نمشيها كامل هكذا على هذاك الوجه تاع اللحم. لاموطارد تمد لنا بنه مليحه بزاف لهذا اللحم. لاموطارد معروف انها يعني نستعملوها في الشواء، في الاطباق اللي تروح للفرن كذلك تعطينا بنه. نحاول نمشي ديك لاموطارد كامل على اللحم بهذه الطريقة، يعني ملعقة صغيرة فقط ما نكتروش. بعد ذلك ناخذ طنجرة تاعي تاع الضغط، راح نحط فيها شوية تاع الزيت يسخن مع ملعقة تاع السمن او لا مارغارين كيما حبيتو، ونخلي هذاك السمن يدوب على النار، ثم في هذيك الزيت نضيف حوالي 4 أو 5 فصوص تاع الثوم، نحطهم نغسلهم ونشلهم مليح، ونحطهم هكذاك بالقشرة ديالهم كما يقول، نحطهم اون شوميز. ثم نحط القطع تاع اللحم، بهذه الطريقة ونضيف عليه حوالي كاس تاع الماء، يكون احسن يكون سخون. نضيفه هكذا على الجناب على الاطراف، ما نضيفوش فوق اللحم. اذا هنايا بعد ما نحط اللحم نغلق على لاكوكوت مينوت ديالي. المهم جدا اننا كل مره نحركوها مره على مره ونتفاقدوها حتى نشوفوها خفا يعني ولات خفيفه على المره الاولى، وكذلك نشوفوا يعني حتى اللحم نبداو نشموا فيه راهو طاب. ثم نفتحوا عليها نلقاو يعني لازم نخلو شويه تاع المرق هذاك اللي يكون فيه، نحي عليها الغطاء ونخلي هذاك اللحم كشغل يتقلى فقط في هذيك الزيت. في حين هذاك الوقت انا نحضر كذلك باش شويه تاع البطاطا، حنديرها صوتي باش نقدمها مع هذاك اللحم. اذا البطاطا تاعي كنت فورتها شويه، يعني نفورها شويه فقط ما نخليهاش حتى يعني حتى تتهرهر وكما نقولوا طيح كامل. نحطيت شويه زبده وشويه تاع الزيت وشويه تاع الزيت من هذاك تاع اللحم اللي طاف فيها اللحم باش تعطيني بنه والبطاطا هذيك تجيني بنينه. ثم نقليها فقط شويه في هذيك الزبده، نضيف عليها رشه تاع المعدنوس ونقدمها مع هذاك اللحم. اللحم هاوليك بهذه الطريقه يجي. تحبوا تحضروا معاه او يعني ترافقوه باي خضر حبيتوا ديروا صوتي، سواء لوبيا مونشتو او جزر، يعني لكم الاختيار. وصفه سهله سريعه التحضير. اللحم هذا يجيكم يدوب في الفرن، يجيكم يجي عنده بنه تاع يعني اللحم محمر كانه في الفرن، يجي بزاف بنين. حبيباتي اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساونيش بجام وتعليقات. لاول مره تشوف القناه نتمنى تشترك مع تفعيل الجرس. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله، وتحيا الجزائر.